باتت دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من الدول التي يشار إليها بالبنان، لما لديها من طاقات وقدرات هائلة تؤهلها للأخذ بزمام المبادرة وقيادة مسيرة النمو الاقتصادي، وتماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة لأن تتبوأ الدولة مكانة مرموقة وأن تكون في مصاف الدول المتقدمة عام 2021. وبالتعاون مع الدوائر المالية في حكومات الإمارات، قامت وزارة المالية بتأسيس وإطلاق نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة، والذي يسهم في تعزيز عملية التخطيط المالي للدولة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز مكانتها التنافسية على الساحة العالمية. تعد دولة الإمارات الأولى على مستوى المنطقة في تعزيز منهجية الإفصاح والشفافية من خلال استحداث منصة تم تصميمها خصيصاً لهذا الغرض، حيث قامت الوزارة بتطبيق أحدث المعايير الدولية من خلال دليل إحصاءات مالية الحكومة 2014 الصادر عن صندوق النقد الدولي. يقوم النظام بجمع وتوحيد البيانات المالية لحكومة دولة الإمارات وإعداد التقارير الربعية والسنوية وتوفير عملية تدقيق وتحقق من جودة البيانات آلياً من خلال تقديم تقارير إحصائية مالية دقيقة تمكن صناع القرار من التخطيط واتخاذ القرارات المناسبة والفعالة ورفع كفاءة التنسيق المالي بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات، كما يوفر قواعد بيانات عن الحسابات المالية على مستوى الدولة. تمكن التقارير التي يتم إعدادها من خلال هذا النظام من مراقبة عملية التخطيط المالي والاستراتيجي للدولة والاستخدام الأمثل والكفء للموارد المالية الحكومية، بالإضافة إلى تأثير التصنيفات الحكومية والسياسات الاقتصادية على اقتصاد الدولة وتعزيز تنافسية الدولة على الصعيد العالمي. كما تساعد هذه التقارير في تقييم احتياجات الحكومة من السيولة بشكل عام والكشف عن الأمور المتعلقة بالتمويل، كما يمكن الاطلاع على التقارير المالية الموحدة كبيانات متاحة على موقع وزارة المالية وعلى تطبيقات الأجهزة الذكية. وبفضل هذا النظام المبتكر تواصل حكومة دولة الإمارات الحصول على تصنيفات عالية على الصعيد العالمي وحصد العديد من الجوائز المرموقة مثل جائزة الأفكار العربية 2016 والمركز الأول في مؤشر السياسات المالية العامة لعام 2015. تعمل هذه الإنجازات على تمكين الدولة من مواصلة استقطاب وجذب الأعمال والاستثمارات العالمية وتعزيز الشراكات وتمهيد طريق لاستكشاف فرص جديدة واعدة.